صباح الخير يا برج الحمل. طيب عايزين نعرف ايه الرسائل اللي عايز يقولها لكم، او النصايح او البشارات اللي يقولها لكم لبرج الحمل عن شهر نوفمبر. طبعا باذن الله هعمل قرايات لكل الابراج متخصصه، زي قرايه عاطفيه قرايه ماليه، ولكن احنا بناخد رسائل عامه تخص شهر نوفمبر دلوقتي لكل برج. فالملايكة تقول ايه البرج الحمل؟ واو، بداية رائعة يا برج الحمل، بداية رائعة. material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, act of kind. اوكي، ده 6 of earth، ده 6 of pentacle، وده كارت الحقوق ورجوع الحقوق والفلوس. لو ليكوا فلوس متأخرة، ناس كتير من برج الحمل اليوم فلوس متأخرة هترجع لهم، سواء فلوس متأخرة بالمعنى الحرفي ان انتوا ليكوا فلوس عند ناس ومدينكم عاد ومتأخرين عليكم وكده، او عموما كان عندكم بلوك في وفرة المال وتوقع انه في نوفمبر تبتدي الطاقة تتحرك ان البلوك ده يتفك بشكل ممكن كمان غير متوقع، او شكل تحسوا انها كانت منحة سماوية كده، او حاجة ماجيك بيحصل. 6 of pentacle، الكون بيتدخل بيجيب لك حقك يا برج الحمل. The wheel, new beginning, end of delay, a change in directions that offer happiness. بالظبط، شهر نوفمبر واضح ان يبقى ليك فيه تعويضات كتير يا برج الحمل، واضح جدا ان انت قفلت دورة كارما يا برج الحمل، ودي مش حاجة سهلة، ودي مش حاجة بتتم كده بسهولة. احنا الناس اللي فاهمة في الطاقة عارفة. فانت يا برج الحمل تعبت كتير الفترة اللي فاتت، وممكن جدا شهر 11 يبتدي يبقى شهر تعويضات بالنسبة لك، او على الاقل الطاقة هتبتدي تتحرك في شهر 11، هتبتدي تشوف علامات في شهر 11 يا برج الحمل بإذن الله عن التعويضات اللي جاية لك دي. كارت ويل، ده اللي هو كارت ويل اوف فورتشن، يعني القدر هيتدخل. لسه انا كنت بقولك القدر هيتدخل. ويل اوف فورتشن في التاروت من الميجر اركونا، ودي والكروت دي بتنزل لما بيكون خلاص يعني انتهت حلول الارض زي ما بيقول. خلاص انت كبني ادم عملت اللي عليك، ودلوقتي وقت التدخلات القدريه اللي هتقدم لك حقك. واضح جدا يا برج الحمل ان الامور هنا هتبقى مادية، خاصة ان اليوم قضايا في محاكم ومستنين نتيجتها. ايه كمان نقوله لبرج الحمل؟ ايه تاني نقوله لبرج الحمل عن نوفمبر؟ change your life. واو، لا، في حاجة تحصل لك في شهر 11 يا برج الحمل بنسبة كبيرة جدا. واضح ان كان عندكم تعطيلات فترة طويلة يا برج الحمل، لان هنا كارت ده معناه تغيير هيخرجك من طاقة التعطيل اصلا، ده معنى الكارت ده. وتغيير يعني تغيير جذري، هتحس ان حياتك بتتغير، مش مجرد تغير بسيط. شايفة فرص عمل جديدة هتيجي لناس قاعدين فترة من غير شغل، شايفة ناس فلوسهم متأخرة برا عند ناس هترجع لهم من برج الحمل، شايفة انتصارات في محاكم برج الحمل اليوم، انتصارات في محاكم، الناس اللي عايزين يسافروا سفرهم متأخر هيجي السفر بإذن الله. حاسة في تغيرات مهمة جدا ليك يا برج الحمل. واو، كوين اوف رافائيل، شايفه كمان تغيرات في المشاعر يا برج الحمل، شايفه بدايه جديده في المشاعر، شايفك انضج فيما يخص عطائك للاخرين يا برج الحمل. يعني شايفك في شهر 11 يا برج الحمل هتبقى زي ما انت لسه جواك تعاطف ناحيه الاخرين، ولكن هتصدق احساسك المره دي. يعني يمكن انت يا برج الحمل كان لما مثلا احساسك يقولك لا بلاش الشخص ده، بلاش تبقى لطيف معاه، بلاش تبقى كويس معاه، كنت تيجي عكس احساسك ومن باب انه صعبان عليك وتبقى كويس معاه، وفي الاخر يطلع عندك كان عندك حق. لا، المرة دي هتثق في حدسك اكتر،
يا برج الحمل، او دي نصيحة ان الكون بيقولك ثق في حدسك اكتر. اعرف بتحط مشاعرك العاطفية فين، اعرف بتتعاطف مع مين، واللي بتتعاطف معاه ده بيسحب منك طاقة ايه. جاستس، واو. لسه امبارح شايفة رسالة عامة اصلا كان العنوان بتاعها جاستس ويل بي سيرفد. احنا خرجنا من مدار برج الميزان، ومدار برج الميزان كان تقيل، ولكن عرفنا حاجات كتير مهمة عن نفسنا وعن الآخرين. واضح يا برج الحمل انك من الناس اللي امورهم توازنت في منار برج الميزان، وان انت في حاجة قضائية هتتحسم لصالحك، سواء قضائية على مستوى المحاكم الآدمية اللي احنا عايشينها، او حاجة لها علاقة بالعدالة الإلهية هتحسم لصالحك. شوف يا برج الحمل، انت لما بتقعد مع نفسك وتكلم ربنا وتسأله عن الحاجة اللي انت حاسس انها من حقك ولسه ما جاتلكش، فهي هتجيلك يا برج الحمل بإذن الله في شهر 11 على الأقل هتشوف بشارات عنها بإذن الله. 4 of Gabriel time to celebrate ده كارت 4 of Wands. الرسالة دي شوية كتير شبه الرسالة العامة اللي نزلتها مبارح، ولكن دي ليك مخصوص يا برج الحمل. 4 of Wands ده الكارت الأكثر حظا في التاروت، ده كارت بوابات طاقية جديدة. عايز ايه الحاجة اللي انت وانت بتسمع الرسالة دي مستنيها يا برج الحمل؟ هل هي علاقة وجواز هيحصل؟ هل هي فلوس هتيجي؟ هل هي ترقية او وظيفة هتيجي برضو اللي هو حقك هتاخده يا برج الحمل؟ بداية من شهر 11 الطاقة دي هتبتدي تتحرك ليك، حقك هتاخده. مبسوطة ليك جدا يا برج الحمل، ليه حبايب كتير في هذا البرج، واحدة منهم وهي بتسمع القراية دي هتبقى عارفة يا مين. ان شاء الله ان شاء الله يبقى مدار برج العقرب وشهر 11 فتحة خير عليك يا برج الحمل.